طالما استقرينا الموضوع دخل في الجد. كمال كان قال لي ان القطعة معاك. البيت مطلق، انت حاططها فيه بالقطعة. دي عايز تتمنها ازاي يا ماهر؟ كلك نظر بقى يا حاج. الكلمة كلمتك طبعا يا باشا. بس كمال كان قال لي ان دي القطعة الوحيدة اللي معاك، قصدي يعني اللي مع صاحبك ده ولا شريكك. هو الواد سعيد صاحبي، اصل دي مش لعبته الاثار. هي تقريبا وقعت قدامه كده بالصدفة. لا لعبته. واللي وقع معاه كتير، بس شكله كده غشيم حبتين. صاحبك عايز يبيع اللي معاه قطاعي وفاكر انه هيكسب اكتر. لكن بقى لو عنده سنة خبرة قد كده هوت كان باع المجموعة كلها وكان هيكسب اكتر بكتير. ممكن، بس لعلمك يا حاج الواد ده مش عبيط، ده معجون بمية عفاريت. خلاص يبقى نفهمه اللي فيها، ولو كان عنده حاجة تظهر وهو كله هيطلع كسبان. شوف يا ماهر، انا مش عايز اكون بايخ، بس لازم اقول لك الحقيقة. فكرة ان انا اشتري حتة كده فرضاني دي لا قيمتي ولا سكتي. مفهوم يا باشا. كلم صاحبك يا ماهر عشان الخير يعم مع الكل. كلمه ويا رب يكون عنده حتة تانية، عشان قعدتي دي يبقى ليها لازمة، ما بقاش متقل على الباشا وخلاص. عيب يا ماهر، انت ضيفي وانا هساعدك في كل الاحوال. انا بقول لك الغيبة عنك علشان تفكر انت وصاحبك بطريقة مسؤولة، فما نضيعش وقت وجهد. حاج سلام، انا جايلك مسلم نفسي وأكلم سعيدة أفهم منه الحوار، وربنا يقدم اللي في الخير. على خير الله.